حير الأطباء والمختصين الطفل نعمان عامر ابن 18 شهرا من قرية كفر قليل قرب نابلس شمال الضفة الغربية يأكل الفلفل الحار دون أي ألم أو حرقة، فاعتبر ظاهرة فريدة من نوعها. الكل مستغرب منه، حتى الأطباء قالوا لي يعني كل هالفلفل اللي باكله ما بيأثر عليه، يعني شغلة غريبة، حتى يعني الجسم الداخلي ما بيأثر عليه هذا الفلفل، وعلى عينه برضه يعني بيفرك عينه في الفلفل برضه ما بيأثر عليه. عائلة الطفل عرضته على الأطباء المختصين المشهورين، وكانت المفاجأة أن الطفل معافى سليم الحواس بكافة أطرافه والشم والتذوق، لكنهم لم يتمكنوا من إعطاء تفسير طبي للظاهرة. عرضته على عدد من الأطباء، يعني كانت كلمتهم الأخيرة إنه ما فيش تفسير لهاي الظاهرة، ولحد الآن هو بأكل الفلفل ويعني بتمتع في أكل الفلفل زي مثل السكاكر عادي. الطفل نعمان ترتيبه الرابع بين إخوته ويعيش حياة طبيعية. قبل أشهر لاحظت العائلة تناوله للفلفل الحار والمطحون والأحمر ولا يبدي أي اكتراث رغم نوعيته الحارة التي لا يقدر الكبار على تحملها. العائلة تأمل بتسجيله في كتاب جينيس كأصغر طفل في العالم يتناول الفلفل الحار دون أي أوجاع. بس هو الواحد اللي باكل الفلفل الحار الشطة يعني باكل، بس يعني الواحد الصغار اللي باكي باكلوش ولا إشي، بعد ما يأكل فلفل لا بقدروش بوسه ولا إشي. الفلفل الحار يعني احنا الكبار نقدرش ناكله يعني. حاول اقبله ما بستجري يعني. يكون نار بسبب ايش؟ بسبب اكله للفلفل في الكميات العاليه، يعني كميات كثيره باكل فلفل وحوالي ثمه بكون نار. الطفل نعمان الذي يعشق اكل الفلفل الحار، الاطباء الذين عاينوه لم يجدوا تفسيرا علميا او طبيا، لكن نعمان مستمر في تناول الفلفل الحار. خالد صبارنا، صدى وسيم، جمهوريه اسلاميه ايران، نابلس، فلسطين.